السلام عليكم طلبتنا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم مجددا في محاضرة من محاضرات مادة مبادئ الإدارة ضمن منهاج الكورس الثاني. راح نتكلم بهذه المحاضرة عن الوظائف الجوهرية الساندة للمنظمة. احنا تكلمنا بالمحاضرات المضت عن الوظائف الأساسية والوظائف التنفيذية، والآن راح نتكلم عن الوظائف الساندة، وبهذه المحاضرة راح ناخذ الوظيفة الأولى من الوظائف الساندة. الوظيفة الأولى من الوظائف الساندة هي إدارة البحث والتطوير، Research Development Management. طبعاً هذه المحاضرة هي استكمال المحاضرات المضى، لما تكون الصورة عندنا كلش واضحة عن وظائف المنشئة أو الشركة. بالتأكيد يعد البحث والتطوير، ودائما يرمز إلى بالآر دي. الآر يعني ريسيرش، والدي ديفلوبمنت، وهذا هي أحد المصطلحات البارزة والشائعة بهذا المجال. يعني لما نشوف آر دي نقصد بها البحث والتطوير. يعرف البحث والتطوير بأنه العمل الإبداعي. يعني شنو؟ مو عمل تقليدي، العمل الإبداعي المنظم الذي يهدف إلى زيادة المخزون المعرفي بما فيها الإنسان والثقافة والمجتمع، واستخدامه لخلق وإيجاد تطبيقات جديدة مفيدة. يعني بحد ذاته هي نشاط البحث والتطوير هو من الأنشطة المهمة والضرورية للمنظمة. ليش؟ على مود دائما نراجع وننقح التصاميم والمقترحات مالتنا بشكل مستمر، وايضا يزيد لي من الكفاءة في عمليات الانتاج. يعني قلنا احنا البحث والتطوير اشبه ما يكون بالمرآة للمنظمة. الغاية من هذا المرآة انا على مود اشوف التحديات او النواقص اللي عندي، الغايه من عندها ان احسن العمليه الانتاجيه، احسن الانتاج واحسن منتجات مالتي وازيد الابتكار بشكل واضح وكبير. فاذا البحث والتطوير هو عمل ابداعي، يعني ما اكون عندي عمل تقليدي، هو عمل ابداعي، وهذا العمل هو مو عمل عشوائي، عمل منظم يهدف الى زياده المخزون المعرفي. يعني على مود تزيد المعرفة والخبرة والمهارة بالمنظمة وبما فيها الإنسان. يعني يزيد المهارات أيضا عند الإنسان، وراح يزيد والثقافة أيضا والمجتمع، هاي كلها تستفاد من عملية البحث والتطوير. إذن خلينا نجي نفصل، احنا تكلمنا عن البحث والتطوير، خلينا نجي نشوف شنو معنى البحث وشنو معنى التطوير. البحث دائما هو يعرف البحث بأنه السعي المخطط الهادف إلى اكتشاف أو إيجاد معرفة جديدة. يعني هو عمل، قلنا عمل منظم ومخطط بشكل جيد يهدف إلى اكتشاف أو إيجاد معرفة جديدة. ربما أنا أدور على معرفة جديدة، وبنفس الوقت ربما هذه المعرفة هي تطور القابليات والمهارات اللي موجودة عندي، أو تطور سلعة معينة أو خدمة جديدة أو عملية ابتكار جديدة وهكذا. إذن البحث يعرف البحث بأنه السعي المخطط الهادف، يعني مو سعي عشوائي، سعي مخطط إليه بشكل جيد، بأنه السعي المخطط الهادف إلى اكتشاف أو إيجاد معرفة جديدة يؤمل أن تكون مفيدة لتطوير سلعة أو خدمة. يعني بالتأكيد المعرفة اللي أنا أستفيد من عندها راح تطور لي سلعة أو خدمة جديدة أو تقنية متطورة أو أسوي تحسينات معينة. هذا نقصد به بعملية البحث. أما التطوير، يعرف التطوير بأنه ترجمة نتائج البحوث. أنا مو بحثت، فالنتائج مالتي راح أترجمها وأحولها إلى معرفة. هاي المعرفة أستفيد من عدها في تصميم منتج معين أو عملية تحسين منتج أو خدمة.
أحياناً التطوير يشمل هو صياغة مفاهيم أو تصميمات أو اختيار بدائل للمنتج وإلى آخره. إذن عملية البحث والتطوير هي عملية تكاملية، وباختصار يعد التطوير هو بمثابة استخدام طريقة منهجية للمعرفة. يعني أنا ما أعمل بالطرق خلينا نسميها التقليدية أو العشوائية، لا، أعمل بطرق منهجية وواضحة الفهم. الغاية من عدها هو أن أزيد أو أحسن العملية الإنتاجية. بعبارة أخرى، هناك تناغم واستجابة أو تكيف بين مفهوم البحث والتطوير. إحنا إذا بس نشتغل على البحث هو غير كافي، يعني البحث غير كافي أن أوصل إلى معلومة جديدة أو خدمة، يعني الغاية من هاي المعلومة أستفيد من عدها بتحسين منتج. لا، أنا أخذ المعلومة وبنفس الوقت شلون أعمل على تطويرها. فإذا البحث والتطوير هي كلمتين متلاصقتان معا. زين، لما أنا أقوم بعملية البحث والتطوير بالتأكيد إلي مجموعة من الأهداف أسعيلها. خلينا نشوف شنو أهداف البحث والتطوير. أولا، زيادة الرصيد المخزوني المعرفي، يعني راح تزيد عندي المعرفة بهذا الخصوص، وراح أطور ثقافة سواء ثقافة الإنسان أو ثقافة المنظمة. شلون أطورها؟ من خلال هاي توليد الأفكار والمفاهيم الجديدة. الأمر الآخر هو أن أجعل المنظمات، يعني منظمات الأعمال، دائما الديم وتحافظ على قدرتها التنافسية. أنا ليش أقوم بعملية البحث والتطوير؟ على مود أحافظ على الميزة التنافسية اللي أنا أتمتع بها، ودائما أخلق حالة من الولاء العالي للزبائن. ليش أخلق حالة من الولاء؟ لأن أنا جاي أعمل على إرضائهم بشكل جيد، وممكن أن أحقق الميزة التنافسية من خلال تطوير قدرات صادراتهم. يعني بعبارة أخرى، موضوع البحث والتطوير هو راح يجعل المنظمة الديم، يعني موضوع الإدامة والاستمرارية والاستدامة، وتحافظ على قدرتها أو ميزتها التنافسية، ودائما تسعى إلى خلق الولاء العالي. لأن احنا البحث والتطوير قلنا بمثابة المرآة، راح هاي من خلال هاي المرآة أشوف الزبائن شنو احتياجاتهم، أشوف الزبائن شنو أذواقهم. هذه الأمور كلها ممكن أن أعمل عليها، هذه ما أعرفها إلا من خلال القيام بعملية البحث والتطوير. بنفس الوقت، البحث والتطوير هو يساعد في وضع تصاميم لمنتجات جديدة. لما أريد أصمم منتج جديد، أنا لازم قبت بعملية البحث، خلنا نشوف أذواق الزبائن شنو، احتياجاتهم شنو هي. هذه على ضوء هاي المعلومات اللي أنا أمتلكها راح أصمم المنتج بما يتناسب معاهم. ما من الممكن أنا أصمم منتج ما إلى مقبولية عند الزبائن. فراح يساعدني البحث والتطوير، يساعد في وضع تصاميم لمنتجات جديدة أو إنتاج منتجات أخرى. بنفس الوقت، الهدف الرابع هو راح يساعد في وضع تصاميم لمنتجات جديدة أو إنتاج منتجات. أصمم أو أنتج تصميم منتجات أو إنتاج منتجات جديدة. النقطة الرابعة، راح يساعد منظمات الأعمال على تغيير أو إحلال تقنيات تساعد في استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة ووفرة. بعبارة أخرى، يعني البحث والتطوير راح يساعد المنظمات شلون أجري عملية التغيير، لأن ربما من خلال البحث والتطوير استكشفت بأن لازم أجري بعض التغييرات أو أستغني عن بعض الأمور. هاي كلها راح تساعدني شلون أستخدم الموارد مالتي بشكل أكثر. لما أستخدم بشكل أكثر الموارد مالتي وبشكل كفو، هذا شنو يعني؟ المنتج المخرج مالته شنو؟ يعني راح يحسن نوعية المنتجات على مود تكون أكثر قدرة على التنافس. يعني كل هاي عملية التغيير، وإحنا تكلمنا بالمحاضرات الماضية، عملية التغيير الغاية من عدها أن أحافظ على المستوى التنافسي مالتي بالأسواق.
طبعا من خلال هذا الاستعراض مالتنا، ولما تراجعون ادبيات الفكر الاداري بموضوع البحث والتطوير، نشوف الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال هي من الدول المهتمة كلش هواي بنشاط البحث والتطوير. فقد أنفقت بعام 2006 ما يقارب 343 مليار دولار. هذا الرقم مو قليل، هذا رقم كبير كلش. وراح يليها الاتحاد الأوروبي اللي أنفق 231 مليار، ومن بعدها الصين اللي أنفق 136، وتجي بعدها اليابان بال 130. هذا مؤشر شنو يعني؟ مؤشر لأهمية البحث والتطوير. هذا مؤشر لأهمية البحث، لأن أنا ما أقدر أنتج منتج أو أقدم خدمة إذا ما أقوم بعملية البحث. يعني لازم أعرف الأذواق وأعرف الاحتياجات وأعرف الثقافة مالتهم وأعرف هذه المعلومات. شلون أحصلها؟ أحصلها من خلال عملية البحث. فجاي نشوف الأرقام الكبيرة اللي جاي تنفق على هذه العملية، عملية البحث والتطوير. طبعا عملية البحث والتطوير للأسف احنا بالدول العربية ما منطينها الاهتمام الكبير بهذا الخصوص، وعندنا العديد من التقارير اللي نشرتها المنظمات الدولية، بين الدول العربية هي من الدول اللي مو كلش مهتمة بعملية البحث والتطوير. زين، احيانا نشاط البحث والتطوير يعني يرتبط نجاحها بطبيعة السياسات اللي تنتهجها الدول او منظمات الاعمال. يعني مثلا على سبيل المثال من السياسات على مستوى الدول، لازم اخذ بنظر الاعتبار السياسه الماليه والضريبيه للمنظمه للدوله. موضوع السياسه الضريبيه والماليه هاي لها تاثير على موضوع او نشاط البحث والتطوير. شنو اقصد بالسياسه الماليه والضريبيه؟ يعني اقصد بيها مثلا هاي الاعفاء الضريبي او تخفيف الضرائب، مو او التمويل على القروض. هاي كلها سياسه الدوله، هاي مو سياسه المنظمات، هي الدولة واضعة. هاي أيضا تأثر على نشاط البحث والتطوير. أحيانا هاي السياسات التصنيعية في مجال مثلا الاستثمار أو بإقامة خطوط إنتاجية جديدة، لما الدولة تعلن عنها الاستثمار هاي جزء من سياستها. هل الدولة تدعم الاستثمار بالنشاط التصنيعي مثلا؟ ايضا هذه لها علاقه بالسياسه العامه للدوله. بنفس الوقت هو انشاء مراكز البحوث التطبيقيه والتجريبيه، ايضا هذا كلش مهم. يعني شلون انا اهتم بمراكز البحوث، ايضا هذا ضمن سياسه الدوله. لما شفنا بالسلايد اللي قبله شلون الدول مهتمه بموضوع او نشاط البحث والتطوير، ولازم انا اوفر أو تعمل الدول على توفير الحماية القانونية للاختراعات، يعني هاي براءات الاختراع وتسجيل الشهادات التسجيل الرسمية وحماية العلامة التجارية، هاي كلها ضمن السياسة العامة للدولة. هذني يعني هاي الأربع أنشطة أو أربع سياسات اللي تقوم بها الدولة، هاي تأثر بشكل مباشر على نشاط البحث والتطوير وتدعم نجاحها وتأثر ربما عليه للفشل. أما على مستوى منظمات الأعمال، يعني مسمينها المستوى الكلي والمستوى الجزئي. المستوى الكلي يعني نقصد بها على كل المنظمات، والمستوى الجزئي على المنظمة نفسها. يعني لازم تعمل المنظمة على الحوافز التشجيعية، بالتأكيد موضوع الحافز التشجيعي للموظفين، يعني اللي يبذل جهد أكثر، جهود استثنائية، لازم هذا إله حوافز تختلف عن الآخرين. موضوع الإبداع التقني، هذول كان كلهم نمنحهم مكافآت وحوافز مختلفة، وربما نقدم لهم هدايا، هاي كلها حوافز تشجيعية تشجع الفرد العامل على الإبداع بالعمل مالته. أيضا على مستوى منظمات الأعمال لازم تعمل على العلاقات التحالفية، يعني شلون أسوي تحالفات بين المنظمات،
أسوي تحالفات مع المؤسسات التعليمية، أسوي تحالفات مع موردين وهكذا. إذن العلاقات التحالفية هي كلش مهمة في موضوع البحث والتطوير، يعني راح تعطيني معلومات أكثر دقة من غيرها. هذا بشكل عام ما يخص السياسات البحث والتطوير اللي مرتبطة بنجاح أو فشل هذا النشاط. احنا قلنا موضوع البحث والتطوير هي وظيفة مهمة جدا. خلينا نشوف بالله إسهاماتها للنشاطات الأخرى اللي تم استعراضها سابقا. فمثلا على سبيل المثال خلينا نشوف على وظيفة الإنتاج. بما أن وظيفة الإنتاج هي تتمثل بإنتاج سلع جديدة أو إجراء تحسينات مضافة إلى سلع قائمة لزيادة منافعها واستخدامها وتحسين مظهرها، يعني بعبارة أخرى احنا قلنا البحث والتطوير هو بمثابة المرآة، يعني هاي المرآة راح تنعكس على شلون احسن العملية الإنتاجية مالتي وشلون راح يزيد من إيراداتي ومن المنافع اللي ممكن أنا أعمل عليها. فإذا موضوع البحث والتطوير إلى إسهام كبير بوظيفة الإنتاج. أما بوظيفة التسويق بعبارة أخرى بأن هي تهتم بحوث التسويق على ميول الزبائن أو مزاجيتهم بتحديد ما يجب إنتاجه سواء كان كماً أو نوعاً فضلاً عن السعر البيع التنافسي. يعني بعبارة أخرى وظيفة التسويق هي تستند على المعلومات اللي تجيلها من بحوث التسويق اللي تجيلها من عملية البحث والتطوير، فما تقدر تعرف ميول الزبائن ولا مزاجياتهم ولا توجهاتهم إذا ما تنظر إلى هذه المرآة بشكل جيد. إذن هناك تأثير أو إسهام واضح لوظيفة البحث والتطوير على التسويق. أما هناك إسهام واضح على وظيفة إدارة الموارد، وهي راح تأخذونها بشكل أكثر تفصيل بالمراحل الدراسية القادمة. يعني هذه البحوث تفيد بحوث الموارد على كيفية شلون نطور الموارد وطور عناصرها ومركباتها وخصائصها ونوعها، هاي كلها تهتم بها وظيفة الموارد وشلون أحسنها، هاي شلون أنا أعمل عليها، أعمل عليها من خلال الفيدباك اللي يجي لي من وظيفة البحث والتطوير، شلون أستخدم الموارد مالتي بشكل جيد. بالإضافة إلى وظيفة التصنيع هو تتجسد المعرفة البحثية بالأفكار الجديدة والمقترحات والتطوير المختلفة عن الأساليب والمناهج، يعني شلون أصنع بشكل مثالي، شلون أصنع بشكل جيد، أيضا ممكن أن أستفيد من عمليات البحث والتطوير بهذه العملية. والإسهام الآخر هو الإسهام على إدارة الموارد البشرية للهيومن ريسورس مانجمنت، بالتأكيد تأثر أو تؤدي بحوث البحث والتطوير إلى رفع كفاءة العاملين. شلون أرفع كفاءة العاملين؟ بما أن الموارد البشرية نعني بها البحث والموارد البشرية نعني بها الأفراد العاملين، شلون أنا أبني قدراتهم وأرفع كفاءتهم بشكل واضح، وشلون أحفزهم وأحسن مهاراتهم سواء كان بالإدارة أو بالقيادة. هذا راح ينعكس على سياسات الرواتب والحوافز اللي يتمثلون أو تتمثل بهذه العملية. احنا إلى هنا نكتفي بهذا القدر من المعلومات، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، والآن نلتقي إلى القسم الثاني من هذه المحاضرة حول موضوع النقاشات. نفتح باب النقاش والأسئلة ما يتعلق بمضامين محاضرة اليوم. شكرا جزيلا لكم طلبتنا الأعزاء.